قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. سؤال أيها الإخوة والأخوات استنكاري يثرب فيه المولى الجليل سبحانه وتعالى على أولئكم السوداويين الذين يبغون إحالة حياة الناس إلى كآبة وتجاهم. قل من حرم زينة الله، أضافها إلى نفسه إلى ذاته الشريفة، إنها زينة الله. طبعا هي إضافة أيها الإخوة يلحظ فيها معنى الخلق المخلوقة والمجهولة، ولكنها مشعرة أيها الإخوة بالمحبة وبالمثابة، فالله عز وجل لا يضيفها إلى نفسه إلا وهو يحبها، يحب الزينة، كما صح في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، وهذا حديث صح. وكما أيضا ورد في الحديث الشهير ما أذن الله، أي ما استمع، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي، أي استماعه لنبي حسن الصوت يترنم أو يتغنى بالقرآن. الله يحب هذا، ولذلك هذه الإضافة مشعرة بالمثابة، مشعرة بالتشريف والأهمية، مشعرة بالمحبة أيها الإخوة، مشعرة بالمحبة. وليس يبعد أن تشعر بالدلالة على الله سبحانه وتعالى، على إحكام صنعته، على حسن خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه، على التعريف به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان، نحن الذين خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أي صورة، ما أجملها، ما أكملها، ما أبهاها، في أي صورة ما شاء ركبك. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. يتحدث عن الجميل لا إله إلا هو، يتحدث عن الزينة، يقول فأنبتنا به حدائق بهيجة تبهج الناظرين، تلذ النفوس، تنشرح بها الصدور أيها الإخوة، وتتروح بها الأرواح. بلا شك هذا في فطرة الله التي فطر الناس عليها، حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. جملة دلائل أيها الإخوة، جملة دلائل توصل وتدل على الله سبحانه وتعالى، ومن جملتها هذه الحدائق البهيجة، حدائق ذات بهجة، إذن الزينة، الجمال، سبيل موصل إلى الله تبارك وتعالى، سبيل موصل إلى الله. ولا ريب أيها الإخوة أن درجات الوعي بالحقيقة متفاوتة بين الناس، ومناظير الاستدلال على الحق أيها الإخوة والحقيقة أو زوايا النظر تختلف أيضا. من هذه الزوايا، من هذه المناظير، الجمال، الحسن، البهاء. ثم إن الجمال أيها الإخوة أو الزينة كما يكون في المرائي والمبصرات من أشكال ورسوم وأجسام وتراكيب وهيئات وألوان مستحسنات وحركات، يكون أيضا في المشمومات من أفاويح عنبرية وروائح زكية، يكون أيضا أيها الإخوة في المسموعات من أصوات غريبة طروب حسنة تلذ للنفوس أيها الإخوة، وتنبسط بها، تنبسط أي تنشرح وتتسع، تشعر بالسعة، بسعة رحمة الله عبر هذا المدخل الجمالي، الأصوات الغريدة الحسنة أيها الإخوة. الطروب سواء أكانت من العنادل والطيور أو الأطيار أو من آلة أو من إنسان صيد حسن الصوت، كل ذلك أيها الإخوة سواء، كل ذلك سواء أمام الفطرة الإنسانية التي يشوقها ويلذها سماع الصوت الطيب، سماع الصوت الطيب. رب العزة كما سمعتم قريبا في جلاله لا إله إلا هو لا يحب أن يستمع إلى أي شيء، استماعه إلى صوت نبي جميل، صوت جميل من نبي يتغنى بالقرآن طبعا، وهذا أكمل المقامات، وهو اللائق، وهو اللائق بذي الجلال والإكرام لا إله إلا هو. ثم بعد ذلك الناس على درجات أيها الإخوة وفي مراتب، أكملهم حالا يلذ له شيء من هذا القبيل، أن يسمع كلام الله، الذكر أيها الإخوة، لكن من صوت شجي طروب غريب، يحب هذا. نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان في مقدم هؤلاء، وهو الذي وقف ليلا حين مر بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ القرآن، يرتله في صلاته من الليل، فوقف واستمع ما شاء الله من حيث لا يشعر به صاحبه أبو موسى. فلما غدا عليه أيها الإخوة في الصباح قال يا أبا موسى لقد استمعت إلى تلاوتك البارحة
لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو عرفت أنك كنت تستمع إلي لحبرته لك. وفي رواية تحبيرا، ليست هذه أحسن قراءة عندي. قال لو كنت أعلم كان حسنت صوتي بالقراءة أكثر وأزيد وأبلغ. ولذلك قال التابعي الجليل أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا والله ما سمعت مزمارا ولا طنبورا أحسن صوتا من أبي موسى الأشعري، إن كان ليقرأ فينا فنود أن لو قرأ البقرة من حسن صوته. أخرجه بسند صحيح أبو عبيد في فضائل القرآن العظيم. طبعا هنا لأحد أن يلتفت ليقول وهل يسوغ لنبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم أن يشبه شيئا محمودا مستحبا شريفا ألا وهو الصوت من مسلم موحد صاحب جليل بكتاب الله بكلام الله أن يشبهه بما حرم الله؟ يستحيل، يستحيل النبي لا يقع في مثل هذا. وحاشاه هو كلا، وهو القائل كما أخرجه في الصحيحين ليس لنا مثل السوء. النبي يقول ليس لنا مثل السوء، لا يمكن أن يقع النبي في تمثيل مقبوح وحاشاه. فكيف قال لقد أوتيت مزمارا؟ إذن المزمار شيء طيب، كيف لنا أن نحرم المزمار والمزامير؟ لا يمكن. وقد قالوا هذا حديث صحيح لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وأيضا شبه النبي حسن صوت داود وآله بكتاب الله الزبور. بماذا؟ بالمزامير. فكيف تحرم المزامير؟ بالعكس، هذا دليل لنا ولكل من قال بحل المزامير أيها الإخوة، وهو دليل واضح وماتع في ميزان الحق أيها الإخوة، ماتع في ميزان الاستدلال والمحاكمة الفقهية. لا يمكن لفقيه عادي من أوساط الفقهاء والمفتين أن يقول هذا طعام طيب أيها الإخوة كأنه لحم خنزير، يستحيل، لأن الخنزير حرام ومستبشع. لو كان المزمار حراما ومستبشعا لما وقع التشبيه به، فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا. هذا ما إيه؟ ما لا ينتبه إليه بعضهم وإن انتبه إليه بعض. نعود، النبي كان يعشق هذا الصوت النذيف. في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الشهير أيها الإخوة صاحب الأذان، حينما أري الأذان في منامه فغدا على رسول الله فقص عليه الرؤيا فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي إليه ما رأيت، أي ما سمعت في رؤياك، فإنه أندى صوتا منك. النبي يحب أن يسمع وأن يسمع الناس الأذان من صوت النذي شجي. ليست العبرة بأن الكلمات شريفة وعالية، هي كذلك في كل حال، ولكن أيها الإخوة تزداد حسنا ويعظم وقعها في النفوس إذا كانت من صوت نذي غريب طاروب. قال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. حديث أبي محذورة وهو حديث صحيح خرجه النسائي وغيره، يقول أبو محذورة لما خرج النبي، أبو محذورة كان في الكفر والشرك والجاهلية رضي الله عنه، بعده لما خرج النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى حنين خرجت عاشر عشرة نتبعهم، فنزلوا في مكان فقام أحدهم يؤذن فجعلنا نؤذن تأذينهم نستهزئ بهم، وكنت في من أذن، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام، ويعلم أن هؤلاء مشركون كفار أيها الإخوة يؤذنون استهزاء، يعلم، لكن النبي اهتب لها فرصة، قال لقد سمعت صوت إنسان حسن أيها الإخوة، صوت إنسان تستطيع أن تقول صوت إنسان حسنا، أي صوتا حسنا، وصوت إنسان حسن جرع الجوع جحر ضب خرب، لقد سمعت صوت إنسان حسنا، قال أو حسن يؤذن أذاننا فأتوني بهم. فذهب الصحابة الفرسان أتوا بهم، خاف أبو محذورة طبعا ينزل به عقاب ربما، قال فجعل النبي يطلب منا أن نؤذن بين يديه، فجعلنا نؤذن رجل رجل، وكنت آخرهم، فلما أذنت وأحسنهم صوتا، فلما أذنت دعا بي فأجلسني بين يدي، ثم وضع يده الشريفة علي على رأسي ودعا لي وبرك علي ثلاث مرار صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هنيئا له بهذه اللمسة المصطفوية الكريمة الحانية الممدة عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي يا أبا محذورة أذن عند البيت الحرام،
ودخل الإسلام قلب الرجل وشرح الله به صدره ورسخت قدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن النبي استحلى هذا الصوت مع أنه من مشرك مستهزئ، لكن يريد هذا الصوت أن تخدم به الدعوة إلى الإسلام، أن يخدم به الإسلام. وضع الكفاءات أيها الإخوة، وضع الكفاءات في مواضعها، الرجل المناسب في المكان المناسب. النبي كان يعشق الزينة في كل أشكالها، لكن الآن الكلام عن زينة الصوت. قد يقول قائل: هل فعلا الصوت الحسن الطروب من الزينة؟ طبعا من الزينة. الزينة ليست وقفا أيها الإخوة على ولا حصرا في المرئيات أيها الإخوة وسواها، بل تعم الأصوات وهي من أحسن الزينة ومن أجملها وأبهاها، كيف لا؟ وهو القائل عليه الصلاة وأفضل السلام: زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا نص في المسألة، زينوا القرآن بماذا؟ بأصواتكم. إذن الصوت من الزينة، بلا شك أنه من الزينة ومن أحسن الزينة، بل تكاد أيها الإخوة تطبق كلمة النقاد ومؤرخي الفن على أن الجمال المسموع، على أن الجمال المسموع، الفنون السمعية تقف في مقدم أيها الإخوة الفنون جميعها، الموسيقى والغناء والترنم أيها الإخوة والتطريب والتلحين من أقدم الفنون البشرية ومن أرقاها، تقريبا لم تخلو ولا تخلو منها حضارة، لم تخلو ولا تخلو منها حضارة إنسانية. ولم تطلع هذه الفنون السمعية فقط بوظيفة إمتاعية، وإنما اطلعت بوظائف اجتماعية وسياسية قومية أيها الإخوة. موضوع طويل هذا ألفت فيه كتب، الموسيقى مثلا وعلاقتها بالقوميات خاصة في القرن العشرين، قصة طويلة مؤلف فيها مؤلفات، الموسيقى لها دور كبير تطلع بها أيها الإخوة. نعم، وبأدوار تربوية وتعليمية. فهذا الحكيم الصيني الشهير كونفوشيوس في القرن السادس قبل الميلاد يدعو إلى ضرورة أيها الإخوة استخدام واستعمال الموسيقى في التربية والتعليم، ويضع لذلك بعض الضوابط. الأمم كلها خبرت هذا وعرفت هذا، والعرب في جاهليتهم والعرب في إسلامهم في عهد التشريع وبعد عهد التشريع. فإذا كان كذلك، فمن أين إذن هذا الإطباق تقريبا؟ يكاد يوشك فقهاء العصر أيها الإخوة، إلا فئة طبعا مستثناة، يوشكون على تحريم الموسيقى والغناء، بالذات الموسيقى المعازف الآلات الموسيقية، يكادون يطبقون على أنها مما حرم الله، ولا يستثنون إلا الدف، وبعضهم يستثني أشياء أخرى، بعضهم يستثني الشباب أو الناي أو اليراع أو القصبة، أسماء كثيرة لهذا الناي، وبعضهم لا يستثنيها لحديث ابن عمر زمارة الراعي لا يستثنيها. أما الغناء فالمتسمح أيها الإخوة أو المتسامح إنما يجوزه بشروط يعددها تكاد تخرج به أحيان عن جملة ماهيته، حتى لا يبقى الغناء غناء، شيء عجيب جدا، شيء أشبه بين شاذ الأشعار فقط، شاذ الأشعار لا خلاف حوله، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح كما في الحديث المشهور. من أين لهم هذا الإطباق أيها الإخوة؟ لماذا هذا التجديد والتعسير والتضييق على عباد الله؟ وهذا تضييق أيها الإخوة لا ينبغي غض الطرف عنه، وينبغي تشقيق القول فيه وإقامة محاكمات علمية وفقهية لهذه الأقوال المعسرة. ذلكم شئنا أم أبينا أيها الإخوة، الموسيقى اليوم حتى الغناء وخاصة الموسيقى مما عمت به البلوى، كلنا مبتلون به، فلا بد أن يكون الحكم واضحا، ونحن إنما نتغير ونتقصد أيها الإخوة مستعينا بالله أن يكون هذا الحكم مما يخفف على عباد الله، لا مما يشق ويعسر عليهم حياتهم. الهاند هذا المحمول نغمات كلها موسيقى، نغمات موسيقية، حين تفتحه وتغلقه نغمات موسيقية. الكمبيوتر الثابت أو المحمول تفتحه تغلقه موسيقية، برامج كثيرة تنصب موسيقى، موجود هذه الموسيقى في كل مكان، الراديو المذياع يعني، التلفزيون نشرات الأخبار تبدأ بالموسيقى وتتخلل أيها الإخوة فواصل الأخبار ذاتها وصلات موسيقية بين فواصل النشر الإخبارية الواحد، موسيقى معروف بعد قليل في الأخبار، موسيقى في كل مكان موسيقى. طبعا فقهاء العصر بعضهم الذين شددوا وعسروا قالوا يطفئ الجهاز، ميوت تطفئ أو تخفض الصوت، ما احنا قاعدين فقط في حالة مصارعة مع أنفسنا وأعصابنا، ما هو الحل العجيب جدا جدا. وطبعا أنا زعيم
أن ديننا على ما فيه من عظمة وتبهيز وأسبقيات وخوالد. لو قدم أيها الإخوة للبشرية خاليا في نظر الناس من شوب ومن كل عيب، لكن بشرط أنه لا فن سماعيا فيه. نقول له الموسيقى من حيث الأصل حرام، وأكثر الأغاني والترنم حرام إلا ما استثني، سيقولون لا حاجة لنا بدين كهذا، هذا دين معتل. يبدو أن أصحابه معتلون نفسيا، ليسوا أشخاصا أسوياء، ليسوا طبيعيين، خلاف كل البشر، خلاف كل الحضارات، كل المدنيات. ما أنتم ومن أنتم؟ وربما قال بعضهم عرفنا الآن لماذا ينمو فيكم الإرهاب، لأنكم شخصيات ملتهبة معتلة لا تتذوقون الفن. طبعا هذا لم يقله هؤلاء الغربيون، وإنما قاله أئمة الإسلام المتفتحون كشيخ الإسلام أبي حامد صلى الله سره، الذي كتب تحقيقا نفيسا جدا في حكم السماع. والسماع مصطلح فقهي يعم الآلات ويعم الأصوات كلهم، الأصوات الطيبة من آلة أو من إنسان أيها الإخوة، كل هذا يسمى السماع، وليس فقط السماع الصوفية، السماع بشكل عام. الكتاب الثامن أيها الإخوة في إحياء علوم الدين هو عن السماع، اسمه كتاب السماع، أتى فيه بأقوال موزونة، أقوال موزونة، محاكمات في منتهى الدقة والروعة والعبقرية. فكان مما قال حجة الإسلام قدس الله سره الكريم، قال من لم يطربه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج، ليس له علاج. إنسان معتل مختل نفسيا، مش طبيعي، إنسان غير طبيعي. أنت لا تتحسس الزينة، لا تتحسس الجمال، لا في مشموم، لا في مرئي مبصر، ولا في مسموع، من وتر، من معزفة كما يقال. أنت إنسان، يقول أبو حمد، لست طبيعيا، بل قال هو بعيد من الروحانية، قد زاد في غلظ الطبع وكثافته، يعني في البلادة طبعه بليد غليظ، كما نقول بالعامية الشامية غليظ، في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور بل على سائر البهائم، لأن هذه البهائم جميعها تطرب وتتأثر بالنفحات الموزونة. وهذا صحيح، الإبل على غلظ أكبادها وكثافة طبعها أيها الإخوة يلذ لها ويشوقها ويحفزها ويحركها ويخفف عنها أثقالها وأبهاضها الحداء، اسمه الحداء أو الحداء، كلاهما فصيحان والمعروف بالنصب. والنبي كان له حاد عليه الصلاة والسلام، فالإبل حين تريد أن تقصر عنها أي الطريق، حين تريد أن تقصر عنها وتخفف عنها أحد لها، غني لها. الطفل الصغير في مهده كلنا نعرف هذا، وكم وقد أيها الإخوة قد غني لنا. الطفل في المهد سبحان الله، ابن أسبوع، ابن شهر، حين تغني وتترنم له أمه يسكن ويهدأ ويغلب عليه النوم والراحة. ولذلك العلماء من شرق ومن غرب، حتى علماء المسلمين كما في العقد الفيد مثلا لابن عبد ربه، لم يكونوا يستحبون للطفل أن ينام على بكاء، وإنما يدعون ويحبذون أن يغنى له ويترنم أيها الإخوة بين يديه حتى ينام مرتاحا، ولا يعود هذا بأثر سيء على نفسيته. يقول ابن عبد ربي البقر حين يغنى لها تدر الألبان. العجيب أن هذا إلى اليوم معترف به في الحضارة الغربية، يضعون الموسيقى لبعض الحيوانات وخاصة عند الحلب، فتحلب أيها الإخوة أو تحلب أحسن وأكثر وأبرد. شيء عجيب، النبات يزدهر وينمو مع الموسيقى. ولذلك هذا الغرب المجرب الذي يخضع كل شيء للتجريب للصواب والخطأ أيها الإخوة، الآن تقريبا لا تكاد تخلو المحال الخاصة والعامة، قطارات الأنفاق والمترو، غرف الانتظار في المشافي، في العيادات، مكاتب العمل والإنجاز، في المؤسسات المختلفة تجارية واقتصادية وغيرها إنمائية، كل هذا في كل مكان تسمع ما يعرف بالموسيقى الخلفية، وهي موسيقى لا يسحبها صوت ولا غناء، هادئة رائقة أيها الإخوة، تعرف background music، الموسيقى الخلفية، موسيقى الانترفون، يعني موسيقى الخلفية. لماذا؟ بالتجارب أيها الإخوة تبرهن وثبت أنها تزيد في الإنتاج، تزيد في الإنتاج، مسألة اقتصادية. أكثر من هذا طبعا هناك ما يعرف بالعلاج بالموسيقى، ميوزيك ثيرابي، معروف هذا الآن معترف به، هناك مواقع بالعشرات على الشبكة العنكبوتية تحت هذا العنوان أو ما أشبه، ميوزيك ثيرابي، ادخل عليها www.musictherapy.org، موجودة على الإنترنت، ويشرحون لك شرحا طبيا وسيكولوجيا كيف تؤثر الموسيقى في العلاج، وكيف تجعل الإنسان ينقه سريعا ويتماثل للشفاء أبكر أيها الإخوة.
ويأتيك من يقول لا في ديننا حرام، من الكبائر والعياذ بالله، من أفظع ما يكون، من أبشع ما يكون. ومن جلس إلى غاني أو خين يستمع منها الغناء صب في أذنيه الآن وفي يوم القيامة، ما الآن يا رسول الله يا من كذب علي الرصاص المذاب؟ أعوذ بالله، ما هذا؟ ما هذا؟ كلنا نسمع بينه قل ومكذب. قال ابن حزم هذا الحديث بلية، قال هذا بلوى، هذا مصيب الحديثات كله عن مجاهيل، بلوى الناس مش معروفين، مجاهيل هو الحديث. والفقهاء صدعوا أدمغتنا به على المنابر والوعاء وفي كتب الكبائر والصغائر، حديث لا أصل له طبعا، ومثله عشرات الأحاديث لا أصل لها، كذب. فمن أين إذا كان كذلك، فمن أين تحريم هذه الطيبات؟ وقد توعد الله تبارك وتعالى على من تورط وتجاسر فحرم ما لم يحرمه الله في نفس الآية، وهذا من بديع سياق هذه الآيات الجيدات من سورة الأعراف، قل من حرم زينة الله التي أخرجه، إلى أن قال بعدها أيها الإخوة بقليل قل إنما حرم، هذا صيغة حصرية، إنما حرم، هذا ما حرمه الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. بعض الناس يبغي ويحتضن في حبل الإثم كثيرا في حقوق الناس، أموالهم وأعراضهم ومصالحهم، ويأتي يتشدد في الموسيقى والغناء، حرام عندهم.